الحروب الإسلامية في الجنوب الأزرق وجنوب كردفان، لكنها شددت على اتجاه الجهاد مسؤوليتها تجاه جميع السودانيين حتى في المناطق التي تسيطر عليها الحركات المسلحة. قاد الممثل والناشط الأمريكي جورج كلوني مظاهرة الجمعة أمام السفارة السودانية بواشنطن للضغط على الحكومة كي تسمح على الفور بإرسال المساعدات الإنسانية إلى السودان وتوقف قتلها العشوائي لرجالها ونسائها وأطفالها الأبرياء. فقد اعتقلت الشرطة في واشنطن عددا من الشخصيات البارزة التي شاركت في المظاهرة وفي مقدمتهم كلهم. فلحد هنا تنتهي جولتنا، وإن شاء الله نلقاكم معنا دائما في إذاعة عافية دارفور، تكونوا دائما معنا. This is the Voice of America, Washington, D.C., signing off.